عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا فيكم صبايا اليوم أنا خطرت ببالي معلومة كتير ما حبيت فوتها بلا ما أعملها, أنا وأنتو كتير المعلومة مهمة للي مبتدئات بشغل السنانير اللف صبايا مشان كيف بدنا نعمل غرزة المرنة بالسنانير اللف طريقة كتير كتير سهلة أنا أول ما اشتغلت مشان فرجيكم الفرق طبعاً عملت راس الكمة نهاية الكمة عفوا الكمة بالسنانير الدائرية عملتها بالغرزة المقلوبة ضليت اشتغل بالغرزة المقلوبة بيطلع معي بهذا الشكل بيطلع يعني مقلوبة ووجه اما انا بدي اياها تطلع بالغرزة المرنة اللي بنعرفها كلياتنا صبايا بهاي الطريقة طبعا بالسنانير اللف صبايا هي كتير معلومة مهمة للمبتدئة اذا انا هلا مثل هلا عم بشتغل بالغرزة المقلوبة عم اذا اشتغلت بالغرزه المقلوبه وتابعت انا حاطه يعني علامه من البدايه للنهايه لانه مسكره الشغل كلياته اذا ضليت اشتغل بالغرزه المقلوبه بدي يضل يطلع معي مثل ما فرجيتكم صبايا بيطلع معي مقلوب ووجه اما انا بدي اياها تطلع بالغرزه المرينه شو بدي اعمل هلا انا هون انتهي عندي السطر هون عندي علامه صبايا هلا انا اسا عندي كم غرزه بالغرزه المقلوبه اشتغل سطر غرزة مقلوبة كتير يعني حلوة ولازم اللي بيعرفوا بيشتغلوا صبايا بيعرفوا بس انا عم أعطيها للمبتدئات هون انا انتهى السطر تبعي هلا شو بدي اشتغل اذا تابعنا مثل ما حكينا طلع معي كل وجه وقفة. انا بدي اياها غرزة مرينة مع تصدر اشتغلته مقلوب السطر اللي بعد منه انا هون ببتدى عندي السطر بشتغل بالغرزة الأمامية يعني هذا هو المبدأ تبع الصبايا كتير كتير سهل لأنه في كتير ما بيعرفوا الصبايا الجداد المبتدئين إنه بالسنانير المسكرة أنا عم بعمل دور كامل ما في عندي فتحة لو عندي يعني مفتوح الشغل ما في مشكلة بس أنا الشغل كله عندي مسكر مقفول فلازم أعمل سطر بالغرزة الأمامية وسطر بالغرزة الخلفية بيطلع معي الغرزة المرنة مثل ما شايفين صبايا يعني غرزة كتير لازم نعرفها كلياتنا اذا عم نشتغل بالعمل وبده ينتهي العمل طبعا بتعرفوا السنانير الدائرية بنبتدى من القبة بنطلع فيها لفوق وبصير من تحت بس اذا عم نشتغل نحن من فوق صبايا عم نشتغل من فوق وانتهينا بنطلع الغرزة المرنة بدنا نشتغل مثل ما حكينا يعني سطر مقلوب وسطر امامي سطر مقلوب وسطر امامي تينتهي العمل عندي <applause> هاي الفكرة اللي حبيت انا وعم بشتغل تذكرتها وقلت ملا لازم علمها لبناتي الصبايا المبتدئات ومشان يعرفوها وتكون ما انه اي صعوبة هني عم بشتغلوا السنانير المدورة الدائرية صبايا ما في اي صعوبة واي شيء بتحبوه او اي معلومه طبعا بس اختمها صبايا بس بتبين اكثر انا هسه بدي اشتغل لانه قصه سطرين تيصيروا عندي اربع سطور من هذول سطور الخلفيات بصير معي شوي عريض احلى بعدين بختمها باذن الله ومثل ما شفتوا صبايا هاي المبدا تبعها مشان تعرفوا اي معلومه اي شيء بتحبوه اكتبوا لي بالتعليقات وانا ان شاء الله برد عليكم واهلا وسهلا فيكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته